أهلا بكم مجددا إلى جلسات منتدى جدة الاقتصادي. كما أشرنا بأن هذه الجلسة ستكون تحت عنوان المصفق، ودعوا لي المجال في البداية أن أقدم بفخر الشخص الذي سيقدم هذه الورقة. ضيفنا الآن ولد بمدينة الطائف عام 1941، نشأ وترعرع في ربوع مكة المكرمة، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض، عمل ممثلاً مالياً ثم مستشاراً بوزارة المالية إلى أن ترك العمل الحكومي وتفرغ لإنشاء مؤسسته دلة. في مطلع الستينيات الميلادية وفي بداية الثمانينيات أنشأ شركة البركة للاستثمار والتنمية، التي ضمت تحت مظلتها العديد من المصارف ومؤسسات التمويل التي تعمل وفقاً لمنهج الشريعة الإسلامية في المعاملات، وشركات أخرى تمارس مختلف الأنشطة ممتدة عبر قارات العالم وبالذات الدول الإسلامية. يحسب لشركاتها أنها الرائدة في عدة مجالات وأنشطة، ويعتبر من رواد الاقتصاد الإسلامي فكراً وتطبيقاً، وأنشأ لذلك كراسي ومراكز تحمل اسمه في جامعات ومؤسسات تعليمية، ويعرف عنه أنه صاحب كتابات غزيرة ومحاضرات في مختلف أوجه الاقتصاد الإسلامي، حائز على عدد من الجوائز من أشهرها جائزة البنك الإسلامي للتنمية في مجال المصارف الإسلامية عام 1995، ثم جائزة رجل المصارف العربية لعام 1996، وعدة جوائز وشهادات أخرى مثل جائزة حصاد العمر لعام 1996 من أرنست أند يونغ والملتقى المصرفي المالي العالمي الإسلامي، وجائزة رجل الأعمال الخليجي لعام 1994، ثم جائزة شركة بيت التمويل الأمريكي لعام 1994، وأيضاً جائزة حائل للخدمة وغيرها الكثير. أنا أعرف تماماً بأن الشيخ صالح كامل يريد الآن مني أن أتوقف، ولكن لابد من الإشارة لبعض الإنجازات الأخرى. شيخ صالح، فلما لشركاتك واستثماراتك من أثر فاعل في التنمية وفتح مواطن العمل واستكشاف استثمارات غير مسبوقة؟ فقد تقلدتم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لرجال الأعمال المتميزين، ووسام الاستقلال من جمهورية السودان، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من المغرب، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من تونس، إضافة إلى العديد من الجوائز والشهادات والألقاب، منها الدكتوراه الفخرية من جامعة هيرس الأمريكية في مجال الإعلام وخدمة تواصل الشعوب، ولقب مميز من ماليزيا وغيرها الكثير. أخيراً، فالشيخ صالح إضافة لكونه مالكاً ومؤسساً لعدة مصارف ومؤسسات تمويلية، فإنه أيضاً يتمتع بعضوية مجالس أمناء الفكر العربي، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهوبين، الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضوية مجلس إدارة المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، إضافة لرئاسته للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجية والكثير الكثير. رحبوا معي بالشيخ صالح كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته، والذي جعل كل ما ينفع الناس من عبادته، فجعل إعمار الكون عبادة، وجعل العمل عبادة، وجعل إتقان العمل عبادة، وجعل كل ما ينفعنا في هذه الأرض عبادة. إذا غفلنا أن العبادة لله هي على مدار 24 ساعة، نكون غفلنا عن جزء كبير من الأديان السماوية جميعاً. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد، الذي أرسى قواعد ريادة الأعمال عندما جعل إحياء الأرض الموات لمن يحييها، والذي أرسى كثير من الشعارات التي تمر في زمننا هذا ونسمعها وكأنها أشياء جديدة، مثل الحوكمة والشفافية و
احترام قواعد السوق، كل هذه موجودة في الحديث النبوي الشريف لمن أراد أن يستقي من المنبع. ولكن علينا فقط أن نفهم ما لدينا وأن نطبق بمفهوم كل عصر. قبل أن أدخل في موضوع الذي سأتحدث فيه والذي أخي المقدم قال أنه لا يعرف معنى هذه الكلمة وهي كلمة فعلاً غريبة على الأسماع، أود أن أقول أنني استمتعت في اليومين الماضيين بكل ما سمعت من الجلسات المختلفة واستفدت وأضفت إلى خبرتي الشيء الكثير. وكما قلنا في كلمة الافتتاح إنه الاهتمام بالإنماء يأتي لأنه هو إعمار الأرض إلا أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وبالشباب لأنه التشغيل هو هدف سامي أيضاً من أهداف وجودنا على هذه الأرض، عندما قال الله سبحانه وتعالى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرية. ما رفعني درجة لأني أحسن، رفعني درجة عشان يسخرني للناس، أوجد عمل لهم. في اللحظة اللي يتوقف هذا الدور انتهى عمل التفضيل، وساعتها ندخل يا أصحاب الأموال تحت ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده. حقوق المال، حقوق الله في المال كثيرة، ولكن ليست الزكاة فقط، وإنما منها أن تنفذ ما أمرت به عندما فضلت. لو استوعبنا هذه الكلمة كأصحاب أموال وكأصحاب فكر لما نشأت كلمة بطالة من الأساس. ولكن بعدنا عن المنبع. قبل أن أدخل في ما أود أن أتحدث فيه، أود أن أعلق على الجلسة الأخيرة. أتفق مع أخي الدكتور عبد الله في أن المشكلة هي مشكلة التعليم، وأبشر أن ما نادى به أن يكون التعليم للعمل هو شعار رفعناه في مؤسسة الفكر العربي التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الآن، والذي أتشرف بأن أكون نائبه في هذه المؤسسة. في عام 2003 كان المؤتمر عن التعليم ومخرجاته، وأوصينا أن تكون مخرجات التعليم ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وأرجو الله أن يوفقوا لتحقيق هذه الرؤية التي وضعت منذ أكثر من 11 عام في مؤسسة الفكر العربي. ثم كان هذا المطلب أحد أهداف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أيضاً في عام 2002، ووضع كهدف للغرفة الإسلامية. وإنتوا الورقة اللي حتكلم عنها الآن شايفين شعار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عليها. فما سأتكلم عنه الآن المشروع هذا نشأ وتبلور بين الغرفة الإسلامية للتجارة ومؤسسة الفكر العربي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الغرفة السعودية وغرفة جدة. وهذه المبادرة هي تجسيد لكل ما طرح في هذا المنتدى. ويمكن تلاحظوا أنه عنوان المنتدى الإنماء من خلال الشباب، والورقة اللي قدامنا المركز الدولي للإنماء والتشغيل.
المصفق. المصفق هو المكان الذي تعقد فيه الصفقات، كل الأعمال في القطاع الخاص وبعض أعمال القطاع العام هي صفقات. لو أوجدنا مكان لتنظيم هذه الصفقات بما يرضي الله ورسوله أولاً، وأوجدنا فيها كل قواعد الحوكمة والشفافية والعدالة، وأن نساعد بعضنا بعضاً وأن ننفع بعضنا بعضاً، سيكون الناتج شيء عظيم. كل المشكلات اللي طرحت في هذا المنتدى وكل الحلول اللي طرحت في هذه المنتدى، هذه المبادرة لنا في تطويرها في الواقع أكثر من 30 عام في كل الأماكن اللي الله هيأ لي سبحانه وتعالى أن أشارك فيها. وكانت هذه خلاصة هذه التجارب المختلفة. وعندما أتاح الله سبحانه وتعالى لي الفرصة إنه أكون رئيس لغرفة جدة ورئيس للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، نستطيع أن ننفذ هذه المبادرة. ما كان ممكن أن أنفذها كرجل أعمال مهما بلغ حجمي. فإذا المصفق هو أو المركز الدولي للإنشاء وللإنماء والتشغيل اللي اختصاره المصفق، هو مركز استثماري تجاري صناعي زراعي في كل أنواع النشاط، يجمع بين أطراف مختلفة. الأطراف هذه لكل منهم اسم أو صفة. شركاء النجاح هم الجهات الحكومية، وبعدين شركاء العلم والرأي، وبعدين شركاء الجهد والمال، وبعدين منظومة الشركات. هذه نوعيات من الشركاء. إذا جينا لشركاء النجاح، من هم؟ هم الجهات الحكومية المشرفة والمرخصة لكل الأنشطة في القطاع الخاص. وزارة التجارة، وزارة هيئة الاستثمار، وزارة الزراعة، وزارة السياحة. هذا النموذج موضوع لكل الدول الإسلامية، ولهذا وزارة السياحة، نحن عندنا الهيئة العامة للسياحة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، صندوق الموارد البشرية عندنا وفي بعض الدول في زيه، البلديات، وعندنا كتاب عدل. دول الجهات الحكومية كلهم هيكونوا معانا تحت سقف واحد عشان يكونوا شركاء معانا في النجاح في تسهيل أمور الناس. وفعلاً بدأنا باتصالات مع كل هذه الجهات في المملكة وفي دول إسلامية أخرى، ويعني الموافقات معظمها تم أو في الطريق إنه يتم. كثير من أصحاب المعالي الوزراء اللي مذكورين هنا وزاراتهم في المملكة زاروا المقر حق مركز الإنماء والتشغيل في غرفة جدة، إلا هو النموذج الرائد إلا حنسوي فيه كل الأفكار هذه والتجارب، وإذا نجح بإذن الله سيعمم على كل الدول الإسلامية الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة. فبعد الجهات الحكومية هنا حيكون كل جهة حكومية معانا تلتزم بشرط واحد، إنه كلنا بنشتغل عشان نسهل عمل الناس وعشان ننجز أي معاملة في حد أقصى شهر. ما تجلس معاملة في هذا المركز أكثر من شهر، ولا ما يصلح الشريك إلا من الطرف الحكومي إنه يكون معانا في هذا. النوع الثاني من الشركاء شركاء الرأي والعلم، وهم الجامعات، مراكز الأبحاث، الاستشاريين الخاصين بكل أنواعهم،
ماليين، اقتصاديين، قانونيين، هندسيين، مكاتب محاسبة، محامين، كل الأنواع الجهات الاستشارية اللي تساعد في العملية التنموية. بعد كده يجوا شركاء الجهد والمال. شركاء الجهد والمال كل صاحب فكرة، سواء كان شاب أو كبير، فكرة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، يجوا في هذا المكان. وكل الباحثين عن الفرص الاستثمارية، كثير في أموال أصحابها يا ما عندهم الخبرة، يا ما عندهم الوقت، يا مبالغهم صغيرة ما يمكن تقيم مشروع لوحده. فهذول كلهم حيكون لهم هنا مجال، وبعدين حيكون في تواجد للبنوك وتواجد للصناديق الاستثمارية وشركات الأوراق المالية إلا مرخص لها من جهاتها. هذول أنواع الشركاء إلا موجودين. بعد كده يجي منظومة الشركات. بنعمل في هذا النموذج الشركات، في الشركات المبادرة هي اللي نقدر نسميها رأس المال الجريء، رأس المال المخاطر، رأس المال الجسور. وبعدين شركات الإنجاز، شركات تتخصص في إنجاز العمل في مرحلة معينة، إذا انتهى يروح لشركات التأجير. شركات التأجير ستساعد الشباب إنه هو ما يحتاج من مبنى لشغله، هو ما يحتاج يشتري معدات لشغله، هو نأجرها عليه، في آخرين بدوره كيف يشغلوا أموالهم، نحطها في هذه الأشياء. في ده. بعدين تيجي شركات التشغيل، وهنا يجي للشباب اللي هو ما عنده فكرة، نسوي مجموعات منهم لشركات التشغيل لكل الأنشطة المتصورة، سواء معروفة أو أشياء جديدة زي الحين التواصل الاجتماعي اللي سمعنا اليوم عنه كثير، وإلا بيحقق الآن مليارات في هذا العالم. بعدين تيجي شركات الخدمات المساندة. في كل العالم أو جزء كبير من العالم بيعتمدوا على الخدمات من خارج الشركة. ليش نحن نبغى نسوي كل شيء من الألف للياء؟ أنت بدك تفتح مطعم، لا تسوي محاسب. نحن سوينا شركة محاسبة من 5 أنفار يمسكوا لك حسابات المطعم. أنت في المطعم ليه تسوي شؤون موظفين؟ نحن سوينا شركة عمالة تجيب لك العامل وتدربه. أنت خلي شغلك في المنيو وفي المطبخ. هقول المطاعم يتخصصوا في شغلهم. كل الخدمات المساندة ياخدوها من برا. وشبكة الشركات المساندة دي والخدمات المساندة هتشغل آلاف أو ملايين من العاطلين اللي سمعنا عنهم اللي يبغوا يشتغلوا. أنا أيد الدكتور عبد الله في موضوع التعليم، وأنا ذكرت في كلمتي في الافتتاح إنه هناك 3 أطراف اللي بتجني على الشباب. أولاً البيت، إذا ما علمنا الولد والبنت أهمية العمل نكون نحن اللي جنينا على أولادنا. وثاني شيء التعليم، وثالث شيء ويمكن يكون برضو أول شيء رجال الأعمال. يا أخي لا تنسى إنك أنت كنت في يوم من الأيام زيهم. أنا ما جيت من بيت تجاري، أنا كنت زي أي واحد من رواد الأعمال أو شباب الأعمال اللي يبغوا يبنوا نفسهم، والله سبحانه وتعالى يسر لي السبل ووصلت إلى ما أنا عليه. لا تنسى فين كنت، وسوي زيك مئات، خذ بيدهم في ال... وما أوافق الدكتورة نادية في بعض، أشكر لها حماسها وألمها على بنات جنسها، لكن لما تقول إنه قفلنا مركز السيدة خديجة، هذه معلومة غلط. أنت يا دكتور عبد الله قلت كل المعلومات اللي واردة مضبوطة، هذه المعلومة أنا مسؤول عنها. مركز السيدة خديجة ما قفل،
ولا زال يمارس دوره للآن. لما تقول إيش سوت لنا الحكومة؟ سوت لنا الشيء الكثير. هو كان عندنا تعليم سيدات قبل 30 ولا 40 سنة؟ يا بنتي لا ننسى الفضل، لكن نطالب بالإصلاح، وما دام في حياة لازم من استمرار الإصلاح. فهذا يعني تعليق بسيط على هذا. بعدين تيجي شركات التدريب والتعليم اللي سأل عنها الأخ باقادر، ماذا نعمل في الموجودين الآن؟ نحن من المصفق أنشئت أكاديمية الآن بتدرب بنات في موضوع يعني الأعمال المنزلية اللي يسموها الهاوس كيبينج. أنا ما أحب أستخدم مصطلحات إنجليزية، ولها عندنا في لغتنا واسعة ولغتنا ثرية. وبيتعلم أعمال التجميل وبتعلم أعمال الخياطة، أعمال بتتناسب. أنا ما أقول إنه هذه الأعمال بس للمرأة، المرأة إلا خلق المرأة هو اللي خلق الرجل. ولما القرآن بيخاطب المرأة والرجل بيخاطبهم على قدم المساواة. ما عمره إنه حط المرأة درجة ثانية وقال فضلنا بعضهم على بعض، ما قال فضلنا الرجال على النساء. في مجالات تكون المرأة أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فشركات التدريب والتعليم هي لإعادة تأهيل إلا موجودين وإلا ما لا يجروا شغل في بعد هذه. الأنشطة اللي عندنا داخل المصفق، أي واحد فيكم يجي عند الاستقبال حيسألك أنت جاي عشان إيش؟ في عندنا هذه الأنشطة كلها، تحدد له تقول له مشاريع صغيرة جديدة، ياخذك لمدير النشاط حق المشاريع الجديدة، تجلس معاه سواء كنت مشروع صغير ولا كبير، تجلس معاه في ساعة تملوا استمارة سوا، يقدر يفهم مشروعك في ملامح نجاح، في ملامح جدية. إذا استشعر هذا يقدر يحدد مين الاستشاري اللي يقدر يشتغل معاك على إنضاج الفكرة، ويكلمه بالتليفون، يا أخي عندك ميعاد بكرة مع فلان في غرفة كذا الساعة كذا، يجلس الاستشاري معك. إذا وجد إنه موضوع مضبوط حيقول لك عندك دراسة أراجع لك هي بكذا، ما عندك دراسة أعمل لك هي بكذا، ما عندك فلوس مدير النشاط يمولنا. فيجي لمدير النشاط، إذا وافق هو حيمول الدراسة. فلسفة المكان ده التنمية، وما فيش أحد يتحمل مخاطرة إلا هذا المكان إلى أن تقوم الشركة. فإذا كان مول مدير النشاط الدراسة، بعد ما يخلص المدير من الدراسة بعد أسبوع بعد شهر، يجي لمدير النشاط، إذا اتفقوا إنها يعلن عنها حيعلن عنها على اللوحة، وفي موقع على الإنترنت، وفي قناة ديوان تنقل هذا الكلام. فإجوا الناس اللي راغبين في الفرصة، يشتروا الدراسة بسعر رمزي، ويحدد في آخر الدراسة إذا كنت راغب في العمل تعال يوم كذا الساعة كذا في غرفة اجتماعات كذا. إلا اشتروا يجوا يلاقوا صاحب الفكرة، الاستشاري اللي درس الموضوع، مدير النشاط ومحامي، يجلسوا كلهم يوم أسبوع، أنشأوا شركة. أنشأت الشركة، المحامي سجل الكلام، في بنوك حطوا رأس المال، خذوا الوديعة القسيمة حقت الإيداع، أطلعوا وزارة التجارة
يوافقوا لكم على ده، جنبهم هيئة الاستثمار إن كان في أجنبي يوافقوا، جنبهم كاتب عدل سجلوا، خلاص أصبحت في شركة. الاستشاري كان دارس إنه المشروع يكلف 100 مليون ريال، 50 مليون رأس مال و50 مليون تمويل. طيب هنا في بنوك عندهم وسائل تمويل، أدخلوا اتفقوا معاهم، في صناديق استثمار أدخلوا اتفقوا معاهم، ما تخرج من هنا غير تكون قامت الشركة وحصلت على شركة وحصلت على التمويل. إلى الآن عندنا حوالي 12 نشاط، مشروعات جديدة، مشروعات متعثرة قابلة لإعادة الهيكلة، مشروعات ناجحة قابلة للتوسع. 80% من مؤسساتنا الاقتصادية في عالمنا العربي والإسلامي هي مسؤولية محدودة أو عائلية، يتضاربوا الإخوان مع بعضهم، يكسروا الشركة، يتشردوا 1000 عامل. لا تتضاربوا، تعالوا هنا بنفس الأسلوب حنقيم الشركة ونرسل لكل الشركاء اللي فيها، يا أخي لك حق الشفعة، تبغى تمارسوا تشتري أو تبيع، ولا بعد شهر ححطه على اللوحة، إذا حطيته على اللوحة سقط حقك حق الشفعة. الشركة ما هي حقتكم لوحدكم، حقت كل الموظفين اللي بيشتغلوا فيها، لا تشردوهم في ال... فيصير هذا النوع الرابع. بعد كده نيجي للنشاط السلعي. كثير شباب ما يبغى يكون موظف، وكل ميسر لما خلق له. طيب ندربهم انه ممكن يكون تاجر، وبعدين نيجي للتجار الكبار اللي بيستوردوا. يا اخي لا تروح انت من الاستيراد للمفرق، ولا تصير عصابات اجانب محتكرين سوق التفرقه. نحن للاسف خلونا نعترف انه التستر جريمه، يعني ما ادري بايش امثلها، لكن مقابل كل كم عاطل سعودي تلاقي في أهلهم ما عرفوا يربوهم، التعليم سيء، واحد متستر جايب 30-40 واحد بيتحكموا في سوق التفرقة. نحن كل تجارة التجزئة والتفرقة فيها غير سعوديين، نحن نرحب بكل الناس، لكن ابن البلد وبنت البلد يجب أن تكون لها الأولوية. ابدأ بنفسك ثم من تعول. فندرب دول على أنهم يكونوا تجار. نجي لتاجر كبير عنده باخرجية في المينا، يا أخي لا تبيع أنت، أنا هذا أديله 10 طن، هو حيدفع لك 50,000 حقتها. طيب ما عنده 50,000، أنا أضمنه 3 أشهر يدفع لك بعدها. هو خواف ما يبغى يدين 50,000، نحن نحط 50,000 بس لنا 60% من الربح، ولك 40% المرة الجاية نص ربحك تحطه في الصفقة. إلا بعدها نفس الشيء 4-5 مرات صار تاجر. أتوكل على الله، جيب غيره في هذا. يجي بعد السلع نشاط، والسلع ممكن تكون استيراد، وممكن تكون محلية صناعية، وممكن تكون زراعية منتجة عندنا، كلها يتحقق السعر في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم حط ضوابط للسوق ما ممكن إلى الآن العالم لسه ما بيحط زيها. لما منع تلقي الركبان، لما منع بيع الحاضر للبادي، لما منع الغش وحط يده في التمر المبلولة اللي تحت وقال له، هذه هي الشفافية اللي دحين بيسووا فيها كتب في الأداء. فنبغى نرسي دعائم الاقتصاد الأخلاقي. أنا ما أقول الاقتصاد الإسلامي، كل الأديان فيها أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلخص رسالته قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، وما قال جئت بالأخلاق. ما غبط الجاهلية حقهم،
قال في أخلاق وجئت أتمم مكارم الأخلاق. الإسلام لا يؤيد الافتئات على أحد. الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، ما جاء رحمة للمسلمين، رحمة لكل العالمين. فيجب أن نفهم ديننا بسماحة وبوسطية. فبعد النشاط السلعي النشاط العقار، وعشان كذا نحن حاطين وزارة البلديات، وجزا الله خير معالي الدكتور هاني أبو راس زارنا في هذا المكان هو وكل كبار مساعدينه ومتفهمين هذا الأسلوب. ليش بتقعد تخطيط الأراضي عند الجهات الحكومية سنتين وثلاثة؟ كيف نسهل عمل الناس؟ كيف يتم التخطيط في شهر أو شهرين؟ وفعلاً الآن في لجنة من عندنا ومن البلدية بينسقوا كيف نقدر نوصل لهذا الشيء. في إجراءات كثيرة في ده، الأنشطة كثيرة قدامكم على الشاشة تصل حتى للاختراعات، للي بده عنده فكرة جديدة، للي وكل ما طرأ نشاط نعتقد إنه حيساعد الشباب حنسويه. الأخ من دبي جزاهم الله خير، استفدنا اليوم تجربة في المشاريع الصغيرة وإيش سوت الحكومة للتسهيلات، واستفدنا أمس من الطرق والمواصلات العامة، وكلها تجارب رائدة. نحن هنا عندنا حيكون في أشياء كثيرة. قلنا إنه بالنسبة للشباب أنا ما بدأت بأول واحد هو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. كل المشاريع دي نحن مسؤوليتنا إلى أن تؤسس الشركة أتوكل على الله، ما عدا المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مشكلتها ما هي في التمويل بس. والنبي صلى الله عليه وسلم دحين كثير من الإخوان يقولوا المثل الصيني اللي يقول أعطني سمكة ولا تعلمني الصيد. نحن عندنا الحديث النبوي الشريف من 1400 سنة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد طلب منه فلوس قال له لا، روح جيب إيش عندك في البيت. جاب له شوية قرنبع، قال له مين يشتري؟ هذا بدرهم هذا بدرهمين. جاب له التمويل أداله هو، قال له روح اشتري جيب فاس، علمه حط له الفاس. فإذا بدأ بالتمويل إلا يشعر بمسؤوليته. التمويل السهل يروح وما يرجع، لازم يشعر الولد ولا البنت إنه مسؤول حيرجع هذه الفلوس. نحن للأسف ركزنا على التمويل في كل منطقتنا. محمد يونس اللي أخذ جائزة نوبل أخذها لأنه ربنا ألهمه طريقة متابعة رخيصة ونجح بها. كل مجتمع لازم يدور إيش هي طريقة المتابعة وطريقة التدريب التي تتلائم مع مجتمعه. أنا أخرت شرح الأعمال الصغيرة للنهاية لأنه نحن كل هذه الأنشطة بعد ما تصير الشركة ما لنا شغل، ما عدا الصغيرة والمتوسطة نحن مسؤولين إنه ندربه ونوفر التمويل ونتابعه ألين ينجح إن شاء الله. بعدين والحقيقة غرفة جدة كانت رائدة من قبل ما أجيها ومن قبل ما يجوها كثير من الإخوان في موضوع الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر. في بيقولوا لي إنه الوقت انتهى من زمان، فشكرا لكم. أنا أحببت بس إنه أقول كل الكلام القليل استفدنا منه الحمد لله، وهذه التجربة بإذن الله ستطلق في هذا العام. أعتقد إنها ستغير كثير من مجتمعاتنا في المنطقة كافة إذا ربنا سبحانه وتعالى وفق. شكرا لكم لحسن الاستماع. طبعا يا شيخ صالح أنت علمتنا في المنتدى الانضباط بالوقت، فلذلك اعذرنا وأيضا اعذرونا الأخوة لأننا قطعناك مبكرا، فقط لأن لدينا تعديل طفيف في جدول هذا اليوم. ولكن أؤكد على نقطة رئيسية ذكرتها شيخ صالح،
نقطة رئيسية ذكرها الشيخ صالح، وهي لا ننسى الفضل ولكن نطالب بالإصلاح. أتمنى من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى الصعود إلى المسرح من أجل تكريم الشيخ صالح كامل.